أكبر آية ربانية ما وقع الآن في سوريا، من نصر هؤلاء على هذا الجيش العرم؟ هل تظنون أن هذا السلاح الذي بين أيدينا تقاتل به دول؟ لا والله، من نصرنا الله على هذا الجيش العرم؟ الله. 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 نعم، الله تعالى نصرنا. اعلموا إذن يا أحبابي في الله أن الله تبارك وتعالى معنا، الله تعالى معنا ولن يخذلنا ولن يتركنا، الله تعالى بفضله ومنته سوف ينصرنا. نعم يا أحبابي الكرام، سننتصر بإذن الله المقتدر، سننتصر رغم الجراد المنتشر، رغم الجراح والأسى، رغم الرصاص المنهمر، سننتصر بإذن الله، والبعث سوف ينكسر، سننتصر رغم المدى والقرمطي.